مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 6 Roundup، اليونت السادس، الفقرة المخصصة للمراجعة. احنا تعودنا بالوحدات السابقة ان الدرس التاسع او الدرس اللي بعد الدرس الثامن من كل وحدة يعتبر مراجعة لمواضيع الوحدة. فيقول لك انت خلال هذا اليونت، in this unit، في هذه الوحدة you have practiced، لقد تدربت على او لقد تعرفت على، راح يعطيني المواضيع اللي اخذناها خلال اليونت السادس. فبالبدايه يقول لي saying what jobs people do، قول ما هي الوظائف التي يفعلها الناس. احنا لاحظنا انه خلال اليونت السادس كله تحدث، او اليونت السادس كله متمحور حول الوظائف، كل وظيفه شنو الاعمال اللي يقوم بها، وين يعمل، مميزات كل وظيفه الى اخره. فمثلا خلال الصوره الاولى يقول لي هي از ميكانيك، انه ميكانيكي او مصلح سيارات. She is an architect، هي مهندسة معمارية. وميزنا بين الاركيتكت المهندس المعماري والانجينير المهندس العادي. ثانيا الموضوع الثاني اللي اخذناه talking about timetables، التحدث عن الجداول. هو منطين مثال excuse me can you help me please، استميحك عذرا، هل يمكنك ان تساعديني. What time is the last train to Paris، ما هو اخر موعد لباريس او اخر موعد للقطار الذي يذهب لباريس. كذلك هذا اخذناها في دروس سابقه، مجرد كان نشاط صفي غير مهم لامتحان التحرير وامتحان الشفوي. الفقره الثالثه او الموضوع الثالث اللي اخذناه describing future events، انتبهوا لي هنا، وصف الاحداث التي سوف تحدث في المستقبل. اخذنا موضوع الربط بين الوين والمستقبل والمضارع البسيط. كذلك شرحنا في دروس سابقه بشكل مفصل and the plans that are certain، والخطط المؤكدة المؤكد حدوثها. هو منطيني مثال when I finish school، عندما أنهي المدرسة. إذا تذكرون قلنا إن الوين يأتي بعدها جملة بزمن المضارع البسيط، ومن ثم جملة بزمن المستقبل، المستقبل أو going to. مثال آخر when I finish school، نفس الفكرة، الوين أداة ربط، إجا وراها شنو؟ مضارع بسيط. أستاذ أنت شو معرفك أو شنو التأكيد إنه هاي الجملة مضارع بسيط؟ تتبع وياي القاعدة، الآي هي الفاعل، الفينش فعل شبي فعل مجرد، زائد السكول التكملة، فاعل فعل مجرد تكملة. هذه قاعدة المضارع البسيط. إذن الجملة الأولى اللي تجي ورا وين يجب أن تكون بجملة المضارع البسيط، وراها الجملة اللي بعد الفارزة أو البعيدة عنها راح تكون جملة بقاعدة going to. فهو شوف ايش قايل لي، I am going to go to college. استاذ شنو دليلك او شلون عرفت انه هذه الجمله مستقبل او going to؟ الاي هي الفاعل، الام قلنا الفاعل زائدا اما از او ار او ام زائدا going to زائدا فعل مجرد. شوفوا فاعل اي اخذ ام وgoing to ومن ثم الفعل المجرد ومن ثم التكمله. كذلك هذا موضوع قواعد اخذناه خلال اليونت السادس، كنا موضوع قواعد جدا مهم، وعرفنا شلون يجينا بالامتحان وشلون نجاوب عنه. وبعد بالاخير الفقره الاخيره يقول لي كذلك الانشطه الصفيه اللي تعرفت عليها من خلال التالي play guessing games، لعب لعبه الحزوره او الفوازير. use pictures to tell a story، استخدام الصور لكي تخبر قصه. found information on a train timetable، استخراج المعلومات من جدول القطار، الجدول المواعيد الخاص بالقطار. practice scanning finding information in text very quickly، كذلك scanning يعني البحث بالمقطع النصي. finding information ايجاد المعلومات in text في المقطع النصي very quickly بسرعه كبيره جدا. talked and written about career plans، كذلك تتحدث وتكتب عن الكارير بلانز. قلنا شنو الكارير بلانز؟ هي الخطط الوظيفيه. كذلك قلنا احنا اخذنا اكثر من تمرين مقطع نصي يقول لك اما انت تكتب لي عن خططك المستقبلية، شو تريد تصير بالمستقبل، أو تكتب عن مهنة أو وظيفة شخص حقيقي. هذا مجرد مراجعة بسيطة للمواضيع اللي أخذناها خلال اليونت السادس. لحد الآن ماكو شيء مهم من الممكن يجينا بالامتحان التحريري على مدن أشهر. الآن ننتقل لكتاب النشاط، وراح نشوف إنه أكو بهواي تمارين مهمة وكلش مهمة تجينا أما بسؤال الإملاء أو سؤال مفردات إلى آخره. فمثلا تمرين رقم واحد قبل ما ابدي بحله، سجلوا على تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. استاذ مهم بيا سؤال يجيني بسؤال الاملاء، شوف شو يقول لي fill the missing letters، املا الحروف الناقصه. احنا ماخذين بالمراحل الابتدائيه ينطيني كلمات حروف ناقصه بيها،
ويقول لك اكتب الكلمة أو اكتب الحرف الناقص على مود تنطيني كلمة صحيحة. يعني على سبيل المثال هاي الكلمة شنو الحروف الناقصة؟ طبعا كل الكلمات اللي منطيني إياها هي كلمات الوظائف. لذلك أنا أول درس إذا تذكرون ترجعون لأول درس إيش قلت لكم؟ قلت لكم يجب حفظ إملاء ومعاني الوظائف. فعلى سبيل المثال هاي الكلمة الأولى شنو الحروف الناقصة بيها؟ حرفي السي والاتش. فش تصير؟ تصير ميكانيك، الميكانيكي أو بصلح السيارات. ثانيا هذه الكلمة شنو الحروف الناقصة بيها؟ هذا يصير باص اللي حرف الأول يو، درايفر آي و في. باص درايفر هو سائق الحافلة، كذلك أخذناها بدروس سابقة. الكلمة الثالثة architect، الحروف الناقصة هي سي والاتش. architect هو المهندس المعماري. اللي بعدها astronaut، شنو معنى astronaut؟ معناها رائد فضاء. الحروف الناقصة اللي هي الأي واليو. وكلمة translator، translator معناها مترجم، الحروف الناقصة هي الأو والآر وليس الإي والآر. أما الأخيرة الكاربنتر اللي هو النجار، الحروف الناقصة اللي هي الإي والإي آر. هذا ما يخص تمرين رقم واحد. قلنا مثل ما وضحنا هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. يجيني مثل ما هو يعطيني كلمة حروفها ناقصة ويطلب من عندي أني أكتب الحروف الناقصة على مود أسوي كلمة متعلقة بالوظائف. ننتقل إلى تمرين رقم 2، يقول لي answer the questions with words from exercise A أو exercise 1. أجب على هذه الأسئلة وهذه النقاط باستخدام كلمات من تمرين رقم 1. طبعا هذا التمرين كذلك أسجل عليه تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. تمرين رقم 1 يجيني بسؤال الإملاء. تمرين رقم 2 من الممكن يجيني بسؤال الإسقاطات أو التوصيل. غالبا يجيني بسؤال الإسقاطات. شنو يعني إسقاطات؟ ينطيني ذن الكلمات اللي هي الحلول مالتك، ينطيني إياها بأعلى التمرين ويقول لك أسقط الكلمة أمام السؤال المناسب لها. شون يعني؟ أنا لسي المثال يقول لي Who wears uniform؟ من الذي يرتدي الزي الرسمي؟ إحنا لازم نعرف من خلال الدروس السابقة وتعرفنا على الوظائف كلها، عرفنا من هو اللي يرتدي الزي الرسمي من بين هؤلاء الوظائف. انتبهوا، أنا مو كيف أستخدم الوظيفة، لازم أجيب الوظيفة المناسبة للسؤال، لأن إحنا عندنا أكثر من شخص يرتدي الزي الرسمي. فأنا يا شو معرفني يا هو يقصده، هو يقول لي من بين ذن الكلمات، لذلك هذه الكلمات سقطهم بالفراغات المناسبة. من هو اللي يرتدي الزي الرسمي من بين هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء الوظائف؟ اللي هو الباص درايفر. الباص درايفر اللي هو سائق الحافلة. النقطة الثانية Who knows other languages؟ من الذي يعرف لغات أخرى؟ من هو اللي يحتاج اللغات الأخرى؟ أكيد اللي translator اللي هو المترجم. Who flies in a spacecraft؟ من الذي يطير في spacecraft السفينة الفضائية؟ من هو اللي يطير بالسفينة الفضائية؟ أكيد الأسترونات اللي هو رائد الفضاء. Who designs buildings؟ من الذي يصمم البنايات؟ An architect المهندس المعماري. الأستاذ ليش ما قلنا الإنجينير؟ إحنا اتفقنا سابقاً إن الإنجينير designs and builds، يصمم ويبني شنو؟ الروز، الطرق، البرجز، الجسور، الماشينز، الآلات إلى آخره. Who repairs cars؟ من اللي يصلح السيارات؟ الميكانيكي. والأخيرة Who makes things with wood؟ من الذي يصنع الأشياء باستخدام الخشب؟ اللي هو الكاربنتر، اللي هو النجار. هذا التمرين مثل ما وضحنا تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. حاولوا تحفظوهن، نقلون الحلول بكتاب النشاط وتحفظوهن، لأنه ممكن يجي لوين بسؤال الإسقاطات. أما تمرين رقم 3 يقول لي Each of the words or the phrases in the box connected to school subject. يقول لي أنا منطيك كلمات مثلا computers الحواسيب، heat and light الحرارة والضوء، living things المخلوقات الحية، numbers and shapes الأرقام والأشكال، paint رسم أو يرسم، weather and population الطقس والpopulation تعداد السكان. هذين الكلمات connected to the school subject مرتبطة بالمواضيع المدرسية. مثلا physics، احفظوا هاي الكلمة physics معناها فيزياء، احنا ما فيها سابقا فيزياء. geography جغرافيا كلش واضحة هذه. بعد biology علم الأحياء يعني الأحياء. math الرياضيات. والارت الفنية أو الفن. information technology معناها تقنية المعلومات. هذني أسماء دروس. يقول لك يا كلمة من ذني الكلمات مرتبطة بأسماء الدروس،
يعني على سبيل المثال الفيزيكس الفيزياء، شنو من ذني الكلمات اللي مرتبطة بالفيزياء؟ أكيد كلمة الهيت أند لايت، الحرارة والضوء مرتبطات بمادة الفيزياء. البقية كمثال يقول لي جيوغرافي الجغرافيا، شنو الكلمة من ذني الكلمات مرتبطة بالجغرافيا؟ أكيد الوذر الطقس population التعداد السكاني. زين البيولوجي علم الأحياء living things هي الأشياء أو المخلوقات الحية. ماث الرياضيات شنو الكلمة المرتبطة بها؟ numbers الأرقام والشيبس الأشكال المثلث المربع المستطيل إلى آخره. art الفنية paint الرسم وهكذا. information technology تقنية المعلومات متعلقة بها كلمة الكمبيوترز الحواسي. هذا نادر يجي بالامتحان لكن ممكن أن يجي، لكن إذا أراد يجيني يجيني وين؟ يجيني بالسؤال التوصيل. لذلك حاول تسجلون هاي الحلول بالدفتر أو بكتاب النشاط وتحفظوها، هي بسيطة جدا، مجرد أني أعرف معاني الكلمات الجديدة اللي ما كنت أعرفها. أما تمرين رقم 4 يقول لي read the answers اقرأ الإجابات below، منطيني إجابات اقرأ الإجابات هذه ومن ثم شنو؟ and write the questions وأجب على الأسئلة. احنا متعودين سابقا مثلا إذا قال لي واحد أنا أعطيك أسئلة وأنت تجاوبني، هالمرة أعكس الآية يقول لك أنا أعطيك أجوبة أريدك أنت تسألني. على سبيل المثال when I finish school عندما أنهي المدرسة I am going to be a newspaper reporter، سوف أصبح شنو؟ a newspaper reporter يعني شنو؟ يعني صحفي في الجريدة أو المجلة. شنو السؤال اللي راح أسأل إياه؟ أقول له what are you going to be، ماذا سوف تصبح when you finish عندما تنتهي أو تنهي the school المدرسة، ما الذي سوف تصبح أو ماذا سوف تصبح عندما تنتهي من المدرسة؟ فهو قال لي when I finish school عندما أنتهي من المدرسة عندما أنهي المدرسة I am going to be a newspaper reporter سوف أصبح صحفي في جريدة. السؤال الثاني I am going to study maths أنا سوف أدرس الرياضيات at university في الجامعة. شو السؤال اللي سألت هي أو اللي راح أسأل هي؟ أقول له what are you going to study، ماذا سوف تدرس؟ يقول لي سوف أدرس الرياضيات وبقدر أكملها at university في الجامعة. I am going to work at the airport، سوف أعمل في المطار. إذا السؤال ما تشين أقول له، أقول له where are you going to work، أين سوف تعمل؟ يقول لي I am going to work at the airport، سوف أعمل في المطار. هذا ما يخص تمرين رقم 4. هذا التمرين غير مهم بالامتحان التحريري وامتحان الشفوي، مجرد نشاط صفي عاكس الآية. كان سابقا يقول لي أنا راح أسأل لك أسئلة وانت حسب رأيك حسب قناعتك جاوبني على هاي الأسئلة. هالمرة بالعكس هو منطيك أجوبة وقال لك اسأل أسئلة مناسبة لهذه الأجوبة. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم. لاحظنا من الدرس بسيط جدا، راجعنا بالمواضيع السابقة اللي خدناها خلال اليونت. احنا عرفنا ان اليونت كله يتحدث عن الوظائف، ولاحظنا انه حتى بدرس المراجعة عاد للوظائف، بس هالمرة سؤال على شكل سؤال املاء، على شكل سؤال اسقاطات، أسئلة جديدة عن الوظائف. حاولوا تسجلون هاي الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات الموجودة في الفيديو في الوصف.